الزيارة الأولى والتاريخية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى سلطنة بروناي دار السلام من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هذا ما نص عليه بيان مشترك صادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تلبية لدعوة من السلطان الحاج حسن البلقي حسن معز الدين والدولة. قائد البلدين أكد خلال المباحثات الرسمية على جهود المبذولة لدعم توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين من خلال استكشاف الفرص التي تعود بالفائدة المتبادلة مثل مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والتعليم والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين والشؤون الإسلامية. عدة اتفاقيات ومذكرة تفاهم وقعت بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام، شملت مذكرة تفاهم التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة واتفاقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملات الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية وبروتوكول تعديل اتفاقية الازدواج الضريبي والتهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل ومذكرة تفاهم حول تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الثنائي ومذكرة تفاهم حول التدريب بين وزارة الخارجية وتجارة بروناي دار السلام ووزارة خارجية دولة الكويت. وفي هذا الإطار أعرب قائد البلدين عن تطلعهما لعقد أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2016 في بروناي دار السلام، والتي ستسعى إلى تحديد واستكشاف مزيد من التعاون خاصة في المجالين التجاري والاستثماري. هذا واتفق قائد البلدين على وجهة النظر حول قضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في بانكوك، إضافة إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط لا سيما الوضع في فلسطين والعراق وسوريا واليمن. سلطان بروناي دار السلام أعرب من جانبه دعم بلاده لترشيح دولة الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2018 إلى 2019 تقديرا لدورها في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين. وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة الخارجية والتجارة الشيخ فضيل بن شيخ أحمد أهمية زيارة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لسلطنة بروناي دار السلام، مضيفا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز وتوطيد العلاقة. من الجانب الكويتي أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم أهمية زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التاريخية لسلطنة بروناي دار السلام، والتي توجت بتوقيع اتفاقيات ثنائية ستكون خطوة إيجابية وبداية لأنشطة مثمرة وأكثر تطورا بين البلدين.